السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنىكم البنات تكونوا في صحة جيدة، واللي كيتبعني كامل هذا النهار كيفاش كتشوفوا معايا؟ عاود فيديو جديد ونهار جديد، كيفاش كتشوفوا؟ ما شاء الله هاد الريدوات، هاد النهار جيت لهنايا الميلافيغ وكنجبر عندهم لي ريديكسيون، عندهم 50% دو ريديكسيون ولا دو السولد. دابا على عيني يبدا السولد هنايا، وصورتكم غير الاشياء اللي فيهم الريديكسيون دو 50% دو 30%. كاين بزاف د الحاجات عاد 50% هنايا البنات. وكيفاش كتشوفوا هاد ديكوراسيون اللي كان باقي د نويل اللي كان هنايا، هادي فوتو فوق البنات زوينين بزاف البنات، كلشي فيهم 50% دو ريديكسيون. كيفاش كتشوفوا معايا هاد لي فوتو فوغ هادوما على الاشكال وعلى الانواع هنايا البنات، وبزاف د الاشياء كيفاش شفتو معايا لي ريدوات اللي صورت فيهم بزاف هذاك لي ريدوات، وكاين لي ديكوراسيون اللي صورت فيهم بزاف د الاشياء اللي صورتها هنايا هذا النهار في ميلافيغ. كيفاش كتشوفوا هاد الشميعات وكيجي فيهم تحت منهم بحال ديك الملاح د البحر، كيفاش كتشوفوه تحت هذاك الشميعات، وكبارين هاد الشميعات هذا ما كيفاش كتشوفوا انورو دو اورو 49 وفيهم لي ريديكسيون 50% هاللي فوتو فوغ البنات. شفتي كبارين هما كيتبانو ستيتوين في الكاميرا، ولكن هما كبيرين هذا ما لي فوتو فوغ هذوما. عاو كيفاش كتشوفوا كلشي فيهم، هذا ما اللي صورتكم انايا كلشي فيهم لي ريديكسيون البنات. وهذا الفوتو فوق حتى هو هذا ما كيجيو فيهم الشميعات الداخل، فيهم النواغ ديالهم وفيهم الغري وفيهم الغوج. كيفاش كتشوفوها هو فيهم الغري ديالهم وفيهم غوج، وزوينين البنات هيدا كيجيو في الديكوراسيون البنات. هادشي هذايا هاد النهار كلشي انا اللي صورت لكم هنايا في هذا الفيديو هذا كلشي فيهم لي ريديكسيون. صورت لكم غير ريديكسيون ديال المغازا هاد النهار اللي وكيفاش كتشوفوا هادو ما كذا عند لما هذا ما في الكوزينه اللي كذا ديرها تحت القشوع باش كيقطروا عليها فيها الفوطه وفيها هاد حتى هي فيها دي ريديكسيون و 5 كورو شي حاجه ما تبتشي شحال هي. دابا تشوفوها البنات شحال كذا عدل وفيها لي ريديكسيون دي 50% البنات. وهاد لي فوتو فوغ كاين بزاف هنايا لي فوتو فوغ، وكاين هاد الكيسان هذوما البنات. كيفاش كتشوفوا هاد ثلاثه د الكيسان هذوما 5 كورو و29 فيهم 50%. وهاد الكيسان هذا مال البنات هما زوينين، هذا ما ستة هذا ما زوينين وشوية غلاطين ماشي ايبي ماشي رقاقين البنات. هذوما اللي هذوما اللي فيهم هذا الديساف الدوغي زوينين بزاف البنات، و 12 أورو 99 فيهم 50%. كيفاش كتشوفوا معايا وهذوما هذوما غير ثلاثة البنات هذوما وفيهم لي ريديكسيون. ها هما ثلاثة هذا ما عاديين، هذا ما ديك الكيسان عاديين فيهم السولد. وكيفاش كتشوفوا هاد لي كوبلي هذوما ولا هاد هذا ما لي كوبلي هذوما كبارين كيجيو زوينين البنات. هذوما فيهم هاد لي بريول تاع الداخل فيهم بحال هاد هذا ما حتى هما كلشي هنايا اللي كيفاش كنقول لكم دائما انا صورت لكم هالنهار غير اللي فيهم الريديكسيون 50%. كيفاش كتشوفوا لي خويكو هادوما ديال المعالق ودي الفراشات وكلشي هادوما فيهم 50%. وهذه الطبيصلات البنات بقاو غير صغيورين هنايا زوينين بزاف. هاد الطبيصلات هاد ما كديسات ديالهم كيفاش كتشوفوا فيهم ديك بحال ديك المغرب هادوما زوينين، وهما الفورم هذا ما كيفاش كتشوفوا هاد لي بهاد لي طاس كيجيو زوينين البنات، ولكن هما كيفاش كتشوفوهم. وهذا الفوطه البنات الفوط ديال الحمام هذوما كيفاش كتشوفوهم 12 أورو وشي حاجه فيهم 50%. كيفاش كتشوفوهم وهادشي هنايا كلشي. ونخليكم البنات مع هذا الفيديو تستمتعوا لي في هذا المغازه وفي هذا الغيديكسيون هنايا،
وشكرا على الحسن المتابعة، وكيفاش كنقول لكم دائما إذا عجبكم الفيديو ديك اللايك ديالكم كيفرحني وكيشجعني، واشتركوا في القناة، اللي باقي ما اشتركش يشترك في القناة بيجيه أي جديد ديالي. وشكرا على الحسن المتابعة، ونخليكم مع تتمة الفيديو وإلى الفيديو القادم إن شاء الله.